نحضر مع بعض حاجة حلوة كده وسريعة، بما اننا بقى كمان دخلنا على جو الشتاء عايزين البيت يبقى دايما متدفي. هنعمل حاجة حلوة قوي هتعجبكم جدا، جربوها بالطريقة دي. اول حاجة عندي محتاجاها، هجيب البولة بتاعتي هحط فيها ايه، هحط فيها كوباية الا ربع من السكر بالشكل ده كده، وهضيف عليها نص كوباية من السمنة بدرجة حرارة المطبخ. طبعا لسه السمنة ما اتجمدتش معايا فسايبة كده، طبعا لو مش سايلة كده سيليها على النار، حطيها على النار ان هي تدفى معاكي عشان تفك، مش عايزاها انا متجمدة، عايزاها فكة كده بس، عايزاها برضو في نفس الوقت ايه، تكون درجة حرارة المطبخ يعني ما تكونش سخنة. ببدأ اقلب السمنة مع السكر لحد ما يدوبوا معايا خالص، ممكن تحطي هنا سكر بودرة او سكر عادي زي ما انا عملت كده. هتقلبي لحد ما السكر يدوب معاكي خالص وتلاقيه اندمج مع السمنة. بعد بقى اما ضربت كده كويس، بصوا القوام بقى عامل معايا ازاي، مش عايزه تضربي كتير، استخدمي المضرب الكهربي او ممكن كمان تحطي سكر بودره. هنزل هنا ببيضتين بدرجه حراره المطبخ بالشكل ده كده، بيض يعني فانيليا، هنا بستخدم الفانيليا اللي هي العلب دي، لو هتحطي بواكي بحطي باكوين، حطي كده رشه من الفانيليا وببدا اني اقلب اقلب كويس جدا كده كل ده مع بعض لحد بقى اما كله يمتزج مع بعض. وهضيف كمان معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، ممسوحه صغيره ما تكونش مليانه، واقلب بقى كل المكونات دي كويس، واكون محضره دقيق نخلي. هقولك اخدت قد ايه دقيق بالظبط بس بعد ما احطه، عشان معيار الدقيق بيختلف، فيه دقيق بيمتص السوائل ودقيق لا. هقلب كويس جدا جدا لحد ما يدوب معايا كل المكونات ونرجع نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين بصوا قلبت كده لحد ما وصل للقوام ده، شايفين القوام عامل ازاي، لازم يكون ناعم معاكي كده وما فيهوش اي حبيبات، السكر داب معايا خالص. طبعا البيض كمان ساعد ان هو السكر يدوب بكل سهوله بالشكل ده كده اهو، ده القوام اللي انا محتاجاه اهو، كل ده بالمضرب العادي خالص. ممكن تستخدمي ايدك لو ما عندكيش اي مضرب، زي ايام زمان اهالينا كانوا بيستخدموا ايديهم ما بيستخدموش مضارب. تبداي ان انت تدوبي كده كويس جدا جدا، الضرب حلو قوي في المعجنات عموما او في الكيكات، الضرب حلو جدا، كل ما تضربي كل ما الحاجه تطلع معاكي ما تكونش مكتومه وتطلع معاكي كمان هشه وحلوه من جوه، ما تطلعش معاكي كمان مكتومه كده وتحسيها ان هي مقدده في نفسها. تمام، في المرحله دي بعمل ايه بقى، هستغنى خالص عن المضرب مش محتاجاه، هبدا انزل بالدقيق. دي هنا منخول، دول 4 كوبايات من الدقيق، ممكن اخدهم كلهم ممكن اخد اقل على حسب نوع الدقيق، في دقيق بيمتص السوائل ودقيق لا. هبدا استخدم ايديا كده، العجينه دي بتبقى متماسكه ما بتبقاش سايله زي عجينه الكيكه، تبقى متماسكه كده اهو، ببدا الم كده العجينه لحد اما تلم معايا، هنشوف شكل العجينه اللي احنا عايزينه. هنزل بدقيق تاني، دول 4 كوبايات، ممكن احتاج تاني ما احتاجش على حسب، انا نخلت 4 كوبايات بالظبط من الدقيق، ممكن تاخد 3 كوبايات ونص ل4 كاملين، بس هي كده لسه محتاجه معايا دقيق، لان بصوا سايله معايا خالص، انا عايزاها متماسكه زي عجينه البسكوت كده لما تكون لما معايا. هنزل بالدقيق تاني كده، اخدت ال4 كوبايات، ممكن ازود تاني هقلب واشوف. نجيب من تحت لفوق عشان ايه، اخدت معايا 4 كوبايات من الدقيق. بصوا بقى العجينه اللي انا محتاجاها عامله ازاي، بصوا طريه ازاي اهي، دي العجينه اللي انا محتاجاها. عملت ايه في العجينه، قسمتها على 2، عملت جزء اكبر بالشكل ده كده اهو وجزء اصغر. هاخد الجزء اللي هو الكبير ده الاول هتعامل بيه، وهسيب الصغير ده دلوقتي على جنب، يعني تقسمي العجينه حوالي 2/3 و3. تمام، هجيب بقى الصينيه اللي هشتغل فيها، اي صينيه عندك، انا هستخدم صينيه التارت النهارده، ده هدهنها زيت بالشكل ده كده، زيت او سمنه المتاح عندك، هبدا ان انا ادهنها بيه كده اهو بالشكل ده. هاخد الجزء الكبير ده وابدا افرده في الصينيه بايديا كده، فرد معاكي بكل سهوله لان العجينه مش ناشفه، هي طريه وسط، ولا ناشفه ولا طريه، يعني حلوه جدا معاكي العجينه. تبداي ان انت تعمليها كده وتعملي لها سور، انا عايزه اعمل لها هنا سور وهنعرف ليه. هفردها كده بالشكل ده العجينه اهو، بصوا بتتفرد بكل سهوله ازاي، حلوه جدا. اهم حاجه ان انت تعملي لها سور.
زي ما اتفقنا الصينيه لازم تكون مدهونه سمنه او زيت اللي انت حابينه، مفيش مشاكل. استنى هنا دهنت زيت مش سمن. بصي المنظر طبعا بتساوي السور كده اهو. شايفين كده بعد بقى ما فردتها بالشكل ده بجيب الشوكة بتاعتي وببدأ اخرمها كده اهو بالشوكة كده. الخطوة دي مهمة جدا، خطوة انك تخرميها دي مهمة جدا جدا اهو بالشكل ده. الحشوة هنا بقى زي ما انت عايزة، انا هستخدم النهاردة مربى، ممكن تستخدمي تعملي مهلبية، ممكن تحطي شوكولاتة، الحشوة بتاعتك. انا جبت اسهل حاجة اللي هي المربى، متوفرة في كل بيت، هتحطي مربى دي اسهل حاجة ممكن تعمليها. المربى دي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده اهي. احط بقى المربى بتاعتي وابدا ان انا افردها. ممكن تحطي شوكولاته، تعملي مهلبيه وتحطيها، الحشوه بتاعتك ممكن تحطي اي طبقه انت حباها. يعني انا قلت المربى عشان متوفره في كل بيت، فقلت اسهل حاجه وكمان هتوفر عليكي وقت ومجهود، حاجه سريعه متوفره عندك. طبعا المربى بالطعم اللي انت تحبيه. تفردي المربى بالشكل ده كده بعد ما خرمناها، حطينا المربى اهو، الحشوه بتاعتنا بالشكل ده اهو شايفين. عندي بقى الجزء الثاني اللي احنا كنا سايبينه على جنب، هبدا ان انا اجيب المبشره بتاعتي وببدا ان انا ابشره. طبعا لو احنا في الصيف يبقى ندخله الثلاجه يرتاح معانا كده عشان يبقى سهل البشر وما يبهدلكيش البشر معاكي بسرعه. لو احنا في الشتاء بتبشري على طول بالشكل ده كده اهو. خدي قطعة كده وابدأي ان انتي بشري عشان توزعي على كل الجوانب بالشكل ده كده اهو. ببدأ ان انا ابشر اهو عشان اغطي كل الوش اهو. اسهل طريقة. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ولسه كمان ما كملتش، لسه معايا قطعة اهي ببشرها. شايفين شكلها بقى حلو جدا. في المرحلة دي انا مولعة الفرن عشان يسخن. شايفين كده حبايبي؟ خلاص بقى الحلوة بتاعتنا بقت جاهزة. انا عندي هنا الصينيه من تحت مفتوحه، فانا هحطها في صينيه تانية. ليه؟ عشان لو نزلت سمنه نزلت ايدام ينزل في الصينيه ما ينزلش في الفرن يبهدلها لي. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. انا بشتغل كل شغلي في الكيكات او المعجنات على الرف الوسطاني، ما بحطش على الصاجه من تحت على طول الرف الوسطاني عشان الحاجه تاخد وقتها في السوى. فبدخلها على الرف الوسطاني، بظبط الفرن على 180 او 160 وببدا ادخل الكيكه بتاعتي او الحلوه بتاعتي اللي انا هعملها النهارده اللي هو الجاتوه المبشور او اللي هي الباستا فلورا. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، هسوي من تحت الاول، بعد كده بدي الشوايه لون وهوريكم شكلها لما تطلع هتبقى عامله ازاي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ده شكل بقى الحلوه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. حاجه حكايه بجد، لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. كمان طلعتها من الصينيه، بصوا بقى الطرت بتاعنا حلو ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ حاجه كده تحفه بجد، جربوها. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.